لم تترك مولودية وهران المجال للصدفة أو عامل المفاجأة في مباراة الكأس أمام مضيفها أمل عين الدفلة، حاسمة التأهل لصالحها في الشوط الأول الذي وجدنا فيه صعوبة إيجاد مكان مناسب للتصوير. ودعوة لجنة تنظيم الكأس أخذ مثل هذه الأمور بعين الاعتبار. بالعودة إلى تفاصيل اللقاء، شهدنا في بدايته محاولات هجومية من الطرفين ليتمكن الحمراء سريعا وبعد مضي 9 دقائق لعب فقط الوصول إلى شباك المنافس بكرة أرضية من تومي. تقدم في النتيجة للمولودية عزز بهدف ثاني في 15 بعد تنفيذ ركنية على الجهة اليمنى بدبودة برأسية يسكنها شباك الحارس العراجي. هدف أخلط أوراق أمل عين الدفلة الذي تاه فوق أرضية الميدان وكاد أن يتلقى هدفا ثالثا في 27 في كرة تفوق فيها تومي على الحارس العراجي، لكن الدفاع أنقذ الموقف في آخر لحظة. ونهاية المرحلة الأولى لصالح الحمراء وبثنائية نظيفة. الشوط الثاني اتضحت الصورة أكثر بإيجاد المكان المناسب للمصور، وتميزت بتراجع أداء رفقاء أيت وعمر فنيا وبدنيا، ما ترك المجال لأمل عين الدفلة بصنع اللعب والضغط على مرمى الحارس لتيم. ضغط توج بهدف في 58 برأسية مكيوي الذي أعاد الأمل وأفرح الأنصار في المدرجات، كما حفز رفقاءه للبحث عن هدف التعادل لولا تسرع اللاعبين في اللمسة الأخيرة. لتنتهي المباراة بتأهل مولودية وهران إلى الدور الثمن النهائي وانتظار التعرف على اسم المنافس القادم بعد إجراء عملية القرعة. شوف فيليسيت ليكيب تاع عين دفله، الرائد اللي قدموا مباراه مليحه. احنا نقول باللي اون في ليسونسييل اون بريمير ميطون، بون هما في الدوزيام ميطون ولاو ماركاو هدف، لكن احنا ثاني على بالك لما تعرف الدافع ثاني سيت اون كاليتي، احنا عرفنا كيفاش ندافعوا ونحافظوا على التاهل. نشكروا فريق مولت وهران على المقابله اليوم ونهنئوه بالتاهل، والفريق تاعنا اليوم دار لي عليه. نشكر اللاعبين اللي ادوا مباراه بطوليه، الوصول لهذا الدور هو انجاز بحد ذاته بعد انجاز 2016. فريق في ما بين الرابطات بامكانيات نقدر نقول شبه منعدمه يقدم مباراه قويه امام فريق من القسم الاول، هذا حاجه تشرف.